منتخب مصر المهمة اكتملت، مهاجم الأهلي كلام على إيه؟ فتوح زي زيزو؟ هنعرف كمان شوية. وهشام حنفي في ضيافة الكلاسيكو الليل. حلقة جديدة من الكلاسيكو، مساء الخير. عايزين نهني منتخبنا الوطني. من شوية منتخبنا الوطني بيفوز على إثيوبيا في آخر ماتش له في دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا بهدف مصطفى فتحي. ألف مبروك للمنتخب، الفوز الخامس في سادس مباراة. فيتوريا بيواصل انتصاراته، بيحقق الفوز الرابع له على التوالي. الفوز صعب وجي بهدف واحد فقط، ولكن لازم نقف عند بعض المكاسب، أو المكاسب خلينا نقول اللي بالجملة اللي حصلت من وراء هذه المباراة. امبارح كنا بنسأل السؤال، هو الماتش ده تحصيل حاصل ولا لأ؟ له مكاسب؟ أكيد له. أولاً أنت كمنتخب مصر حققت الهدف الأول ليك في التصفيات، وهو إنك تتأهل قبل الماتش وخلصت المجموعة في المركز الأول بحمد الله. ثانياً مش عايزين ننسى إنه إحنا بنلعب الماتش ده وإحنا الدوري ما بدأش لسه، يعني لعبتك ما عندهاش حساسية المباريات. ثالثا، المنتخب اتعامل مع المباراة للي شافها كبروفة ودية. بروفة ودية كان بيختبر فيها اللعيبة اللي هيكون ليها دور زي مصطفى فتحي الكبير. النهاردة مصطفى قدم مباراة كبيرة جدا من حيث التسديدات، المراوغات، انه يصنع الفرص، او حتى الهدف اللي سجله. هو ده التتويج اللي اعتقد كان لمجهوده النهاردة في الماتش. كمان معاك سام مرسي، إبراهيم عادل، ولعيبة تانية اداها مستر فيتوريا الفرصة النهاردة. رابعا مصطفى فتحي، رابعا انت بتحافظ على مسلسل الانتصارات المتتالية ده، وده بحسب برضو يعني يحسب لفيتوريا. ونزعة الانتصارات هي النزعة الطبيعية لكرة القدم المصرية. خامسا بقى، خليك فاكر كويس قوي انك لعبت الماتش من غير نص قوتك الضاربة على الاقل. يعني انت عندك تقريبا كده بتتكلم في شبه منتخب غايب، بتتكلم عن اسماء زي محمد صلاح وتريزيجيه، النني، حجازي، الونش، ودول اسماء الحقيقة مفيش عليها اي خلاف او جدال. وجودها بيدي المنتخب قوة كبيرة سواء هجوميا او دفاعيا. لكن حتى اللي شارك النهاردة الحقيقة يعني زي مصطفى فتحي اللي كنا بنتكلم عليه، شوفوا أرقامه بتتحدث عن نفسها الحقيقة. النهاردة مصطفى بيعمل 3 تسديدات، صنع 4 فرص، المراوغات وصلت ل7 مراوغات، التمريرات الصحيحة 17 تمريرة صحيحة، والعرضيات 4. ففي النهاية لازم نشد على إيد فيتوريا ونقول له شكرا، المنتخب ماشي كويس، كل الدعم ليك الفترة اللي جاية ولمنتخبنا. واحنا فقدنا كبيرة في الجيل ده يا جماعة، الجيل الحالي من اللعيبة، ان شاء الله يكون في برنامج قوي للإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وأيضا عندنا تصفيات أمم أفريقية المؤهلة لكأس العالم بإذن الله، والمشوار لسه طويل والأحلام مطولة شوية، لأن الجمهور مستني كتير الحقيقة من المنتخب ومن فيتوريا، بنعول عليه كتير الحقيقة. واحنا بنتكلم عن الجمهور بقى وعن فيتوريا، خلونا نشوف التقرير ده عن كلام مستر روي فيتوريا بعد الماتش، قال ايه في المؤتمر الصحفي ورأي الجمهور في الماتش ده، ونرجع تاني. أنهى منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ببروفة قوية مع إثيوبيا، قاده خلالها روي فيتوريا إلى الفوز بهدف مصطفى فتحي. أنت
طبعا هو اكيد طبعا ان في برضه بعض العناصر اللي كانت بتبقى معاها بيبقى ليها دور هجومي معانا، بس مش هو ده السبب الرئيسي. يعني لان انت لو هتبص على المباراه من جميع الظروف وجميع المتضمنات يعني وما تضمناته المباراه، ان احنا المباراه تعتبر في بدايه الموسم، ويمكن في لاعبين شاركوا في المباراه ما اتمرنوش غير 5 ايام بس قبل المعسكر، وكان الريتم بتاعهم لسه ما وصلش للريتم الطبيعي للمباريات مثل هذا. طبعا بالنسبه للاعبين المنتخب بكره ان شاء الله هينضم ان شاء الله محمد صلاح، فايسير الشناوي، فايسير واني، فايسير مونام، فايسير واتايا، وفايسير بوبو هيدا، وهيخرج من المعسكر الشناوي وعبد المنعم ومروان عطيه وهاني وكذلك محمد رضا بوب. وانهى مشواره في المجموعه الرابعه في المركز الاول برصيد 15 نقطه، وحقق رابع انتصاراته الدوليه على التوالي. واستطلعنا راي الجماهير في اداء منتخبنا امام اثيوبيا ورايه في بصمه روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب. النهارده بصراحه يعني كان الماتش اوريدي كده ولا كده احنا متاهلين، فما كانش فارق مع المدرب بشكل كبير. الماتش ده هيهم المتخصصين اكتر، يعني مثلا المدرب بيحقق فكره. والله هو الماتش كويس، يعني اداء معقول يعني متوازن. الحمد لله ان احنا كسبنا 1-0. والماتش كان حلو بس المنتخب اداؤه مش كان قوي يعني، بس ان شاء الله مع الوقت هيتحسن. ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان اداء يتطور ويبعت لنا رسائل تطمينيه اكتر. طبعا المدرب جرب الناس كلها، اغلبيه الناس اللي ما بتلعبش ادى فرص كتير. شايف فتوح النهارده كبدايه كويسه، محمود حماده احد نجوم اللقاء مصطفى فتحي. قبل ما نقفل الكلام عن المنتخب، يعني حابة سريعا كده يعني ردا على ما تم نشره لأحد المواطنين بيقول انه اتمنع من حضور ماتش مصر النهارده، فشركة تذكرتي طلعت بيان وقالت فيه كده انه اللي حصل كالآتي. شركة تذكرتي قالت انه المواطن ده راح استاد الدفاع الجوي باب 4 بعربيته، بعدها راح البوابة رقم 5 اللي هي اساسا بتاعة جمهور الضيف جمهور اثيوبيا، بعدين راح حاول يدخل من بوابة 1، وكل ده هو اصلا معاه تذكره ولكن بدون بطاقه المشجع او الفان اي دي. فالموظف المسؤول لشركه تذكرتي قال له ايه؟ قال له يا فندم بعد اذنك مش هينفع ان انت تخش بدون الفان اي دي، وهو ده المتبع ودي الاجراءات المتبعه في كل الفعاليات الرياضيه. واعتقد يعني من فتره طويله جدا ومن سنين دي حاجه مش جديده يعني، والتعليمات واضحه ومكتوبه على التذكره اللي مع حضرتك انه لن يسمح بدخول اي مشجع بالتذكره فقط بدون الفان اي دي او بطاقه المشجع. فيا جماعه بعد اذنكم نلتزم بالتعليمات الواضحه، خاصه وان شركه تذكرتي النهارده دايما بتطالب الجمهور اللي بيحضر الماتشات الكبيره دي انه يتبع الاجراءات، اجراءات الدخول المعمول بيها في كل الفعاليات الرياضيه. ليه؟ علشان امن وسلامه حضراتكم قبل اي شيء. خلونا بقى نروح سريعا لأهم وآخر الأخبار المجمعة اللي حصلت على مدار اليوم بتقول إيه محليا وعالميا، وخليكوا مع الكلاسيكو. ينضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزية لمعسكر المنتخب الوطني اليوم، وسيخوض التدريبات يومي الأحد والاثنين بشكل منتظم قبل مواجهة تونس الثلاثاء المقبل بعد غيابه عن مباراة إثيوبيا. يترقب النادي الأهلي عودة رباعي الفريق محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم ومروان عطية للفريق بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة إثيوبيا، وذلك للمشاركة مع الفريق استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي. أرسل مسؤول النادي الأهلي خطابا للكاف من أجل الاستفسار عن مكافآت بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى والتي سيشارك بها الفريق خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبلين. خضع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك لاختبار طبي لتحديد موقفه من السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
اختتم نادي الاتحاد السكندري معسكره المغلق بمباراة رايا الودية التي انتهت بفوز رايا بهدف دون رد، لتكون هذه هي المباراة الودية العاشرة للفريق السكندري استعدادا للموسم الجديد. حقق فريق زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز الفوز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على استاد الأسكندرية، كما أعلن الفريق عن التعاقد مع محمد رضا لاعب حرس الحدود لمدة 3 سنوات. اقترب النادي المصري من حسم صفقة التعاقد مع الجزائري غلاس قناوي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري لمدة 3 مواسم لدعم خط وسط الفريق بعد فشل التعاقد مع أحمد الندري لاعب غزل المحلة. أعلن نادي النجف العراقي تعيين حمزة الجمل مديرا فنيا لفريق الكرة لمدة موسم. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد بدء تصويت حول المرشحين للظفر بجائزة الأفضل The Best لعام 2023 بداية من يوم 14 سبتمبر الجاري. فتح نادي برشلونة ملف تجديد عقد لاعب وسطه الهولندي فرانك دي يونغ، وذلك بعد أيام من تجديد عقد حارس المرمى الألماني تير شتيغن حتى نهاية موسم 2028. مفيش كلام غير عن المهاجم. مهاجم الأهلي المنتظر مين؟ واعتقد ان ده بقى الشغل الشاغل خلاص لجمهور النادي الاهلي، واصبح يعني الصداع المستمر في راس كولر وفي راس الجمهور والاداره وكل من له شان في هذا الملف. عايز اقول لحضراتكم الاسم كمان انتوا بتتكلموا عنه ومتداول بشكل كبير خلال الساعات اللي فاتت دي، الاهلي خلاص يعني ممكن نقول ممكن يحسم الملف ده، ودخل بالفعل في مفاوضات ال 72 ساعة الأخيرة دي، دخل مفاوضات فعلا مع أنتوني مودست مهاجم دورتموند السابق في صفقة انتقال حر. اللاعب ده فري من شهر 7 اللي فات، ومن النهاردة لحد يوم الحد اللي جاي المفروض ان الملف ده بشكل كبير جدا جدا يكون محسوم بعد ما يبلغهم مودست بموقفه النهائي، خاصة انه عنده عرضين في أوروبا منهم عرض من الدوري الألماني. سنه كبير شويه حبتين 35 سنه، ولكن مودست لاعب كبير جدا، والموضوع بقى بين ايه، لا ما ينفعش، لا ده بيفنش، لا ده بيخلص، لا عايزينه ومحتاجينه على الاقل في الفتره دي. الموضوع انتشر لدرجه انه خلاص يعني وسائل الاعلام بره بقت بتتكلم عن المفاوضات دي زي ما انتم شايفين كده على الشاشه. النهارده سيباستيان دينيس ده صحفي موثوق منه على موقع فوت ميركاتو بيأكد انه فعلا المفاوضات ديت مستمرة مع مودست، وان المحاولات مستمرة لانتقاله الفترة اللي جاية. فالموعد اللي حدده الاهلي عشان يحسم ملف المهاجم يوم الاثنين اللي جاي تقريبا، لو ما اتحسمش الموضوع والاهلي ما اعلنش عن الصفقة دي فغالبا الملف ده هيتقفل لحد يناير اللي جاي. وعامة انا معاكم يوم الخميس ان شاء الله لو ربنا اداني عمر، يا هنعلن رسمي يا مفيش مهاجم للأهلي، وافتكروا الكلمة دي، الانتقالات دي، وهننتظر نكرر نفس القصة لحد ميركاتو الشتاء، ميركاتو يناير اللي جاي. طيب خلينا بقى مكملين لسه مع حضراتكم وفي أخبار النادي الأهلي، ومعانا دي شوية بقى أرقام عن مودست اللاعب اللي احنا كلنا عمالين بندور عليه. هو طبعا فرنساوي عنده 35 سنة زي ما قلنا، عمالين يقولوا لك دلوقتي لا ده لاعب كبير هتعمل بيه ايه دلوقتي، انت محتاج مهاجم يعني. والحقيقه الراجل عنده عروض لحد دلوقتي، واهدافه يمكن سجل بالفعل 478 هدف في كاس رابطه المحترفين، سجل 178 هدف ولعب 478 وصنع 38 هدف. شوفوا بقى مهاراته، شوفوا مهاراته،
لا انا سايباهم، لا سايباهم يتفرجوا شويه، لانه بالرغم من سنه شوفوا مهاراته في الملعب. هذا مودست. مكملين لسه في اخبار النادي الاهلي، في خبر تاني عن تاكد غياب 4 لعيبه من الفريق عن مباراه اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. المصادر في الاهلي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن عمرو السولية، وانتوا برضو قعدتوا تقولوا لي عمرو السولية مصاب يا سهام، ما هو من هنا لحد يوم الجمعه اللي جايه يعني ان شاء الله يكون كويس، ممكن ممكن بحقنه بلازما الراجل يعني يتعافى هو ومحمود متولي وكريم فؤاد واكرم توفيق اللي لسه ما تعافوش من الاصابات اللي تعرضوا لها خلال الفتره اللي جايه. بس كريم فؤاد بيشارك في اجزاء من تدريبات الاهلي، الا انه مش هيلحق ماتش اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي. عمرو السولية اللي انتوا كلكم عمالين بتقولوا ده مصاب ومش هيلحق الماتش، فمش هيرجع للتدريبات الجماعيه قبل اسبوع فعلا من دلوقتي، ونفس الامر بالنسبه لمتولي. موقف ياسر ابراهيم ايه؟ موقف ياسر لسه متعلق بسبب معاناته من اصابه، وما شاركش في وديه الفريق في معسكر النمسا للي تابع الوديه الاخيره دي، وهيتحدد موقفه من المشاركه في السوبر الافريقي خلال اليومين اللي جايين. طيب واحنا بنتكلم عن استعدادات الاهلي للسوبر، في لعيب مهم قوي قوي بالنسبه للنادي الاهلي، واللاعب ده تقريبا ملوش بديل، اكيد كلكم عرفتوه، عشان كده الاهلي مهتم انه يحافظ عليه شويه حلوين لحد ماتش اتحاد العاصمه. اكيد عارفين انه هو علي معلول. علي معلول كولر بيحاول يريحه اكبر وقت ممكن، عشان كده الاهلي يمكن بعت للاتحاد التونسي عشان يتم اعفائه من المشاركه في المباراه الوديه برضو المنتخب تونس ضد منتخب مصر يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. اللي عرفناه ان الجهاز الفني المنتخب تونس عنده موافقه مبدئيه بشكل مبدئي، يعني ما عندوش مشكله خالص، خاصه وانه معلول مش هو اللاعب الاساسي دلوقتي في مركزه، وما كانش موجود في التشكيل الاساسي كمان في ماتش بتسوانا اللي فات. نروح للزمالك سريع، واخيرا فتوح بيرحب بتجديد عقده، ولكن زي ما كان متوقع يعني، وقلنا يمكن هنا انه طلب نفس عقد زيزو ونفس الراتب، وطلب كمان ياخد فلوسه القديمه في النادي. اكيد الزمالك لازم يلاقي حل، لانه فتوح لاعب مهم جدا جدا، مش بس للزمالك، للمنتخب، ومن الاعمده الاساسيه للفريق، وما ينفعش يمشي. ومن الناحيه لا من الناحيه الفنيه ولا من الناحيه الماديه، لانه فعلا لو ما جددش فمن حقه انه يتفاوض ويرحل في بدايه الموسم، ومحدش هيقول له انت بتعمل ايه يعني، ويمشي ببلاش. فاكيد مش ده السيناريو المفضل لنادي الزمالك. خلصت الاخبار، بعد الفاصل حوار كبير مع نجم نجوم الكوره المصريه الكابتن هشام حنفي، خليكم مع الكلاسيكو. منورني في الكلاسيكو نجم نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي الكابتن هشام حنفي، اهلا بيك يا كابتن، منورنا في الكلاسيكو النهارده. اهلا بيك يا سيام، طبعا شرف ليا ان اكون موجود، مبسوط جدا بحلقاتك كلها بصراحه. اشكرك. ومتالقه وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. ميرسي يا كابتن، ميرسي. كلام كبير قوي عن المنتخب النهارده، طبعا عن النادي الاهلي وماتشه مع اتحاد العاصمه ان شاء الله الجزائري، بس بعد ما نروح نشوف التقرير ونرجع. اتفضل. الاحتفال الحلو ده تضحك على ايه؟ حسام حسن كان زعلان منك صحيح؟ بجد؟ ليه؟ يعني بصي كابتن حسام معروف عنه ان هو بيحب يجيب جوال، يعني بطبعه هو هداف، من اي مكان تدي له الكوره فعلا بيعرف يتصرف وبيعرف يجيب جول. بس الكوره دي كانت طويله، انا فاكر نفسي ان انا اوف سايد، والماتش ده كان قبل نهائي البطوله العربيه في الـ في الـ في المغرب، و يعني انا رايح انا وجول، فانا ما ركزتش ان حسام جنبي، يعني افتكرت نفسي اوفسايد لدرجه ان انا بصيت كده الاول لقيت نفسي الحكم ما اداش حاجه، رحت مكمل وحطيت الجون، ان هي طولت مني سنه. زعل ان انت ما اديتهاش. زعل جدا، لان انا جاي فرحان، كان لسه اغنيه ماكارينا دي لسه نازله في التوقيت دوت، وكانت هي الترند يعني. فعجبتني الرقصه، قلت طب انا لو جبت جون ممكن اعمل الرقصه. اوكي، كل الناس بتتكلم عنها وقتها صح؟ دي حقيقه. ده كان قبل ما نسافر على طول المغرب، ما كانش قبليها باسبوع 10 ايام يعني. فجبت الجون، فانا فرحان، وفرحان طبعا انا بلعب مع نجوم يعني بصراحه. هو فضل قد ايه ما يكلمكش؟ لا هو كان زعلان قعد يومين وهو قعد معايا في الاوضه، انا مش
لا والله يوم خصمك قعد معايا في الاوضه. لا هو كان بيقدرني في الاوضه. ليه لما يعلم بها الا ربنا دي. يعني لا بس انا بحبه طبعا. بحبه جدا يعني بصراحه. هو اناني في الملعب اعتقد، وده طبيعه راس الحربه رقم 9 بصراحه. يعني خلينا نتفق على ان الهداف بطبعه لازم يبقى طماع كتير يعني. فاحنا عملنا له جوان كتير فيعني معلش يعني سامحني المره دي. وسامحك بعد كده؟ بصراحة علاقتي بيهم كويسة جدا جدا. وحب كبير يعني. لأن هما أكتر اتنين كمان في الأول سندوني لما طلعت الفريق الأول بصراحة. هو طقوسه إيه قبل الماتش كابتن حسام حسن؟ لا صعبة يعني جدا. صح؟ صعبة. في حاجات غريبة كده صعبة جدا سمعت جدا. لا يعني زي إيه؟ يعني لما أجي أقوم من النوم هو لسه ما مصحيش. لا لازم أبقى واحدة واحدة على ترطيف صوابعي لو أنا داخل الحمام مثلا عشان آخد الشاور بتاعي قبل ما أنزل، فلازم أصحيه. فلا يعني لو انا بس نزلت من على السرير خلاص الموضوع بقى خناقه، فهو لازم يصحى الاول. طب اعمل ايه؟ لا والله برضو ساعات ببقى صاحي والله في السرير قاعد مستنيه يصحى. يا اما خلاص لو الوقت بقى خلاص يعني اللي هو خلاص لازم ننزل بعد 10 دقائق اروح يا حسام، يقول لي حسام، يروح هو بقى ايه يخش في موضوع ان انا اقول له يا حسام، ما اقولوش يا بابان او اقول له يا كابتن حسام، اقول له انا بقى عايز اضايقه اقول له يا حسام احنا متاخرين 10 دقائق، قال لي حسام، يسيب كل الموضوع والتاخير ويمسك في حسام. فلا طقوس صعبه. ويمكن يقول لي لا ادخل انا الحمام الاول، طبعا اتفضل يا كابتن. طبعا يعني كنت استنى وقت كتير جدا ونزل متاخرين. والحمام بالادميه برضه. ما لازم هو كل حاجه بالادميه، حتى الريموت التلفزيون ما ينفعش منه والله. لازم يبقى هو معاه يعني ما ينفعش. دكتاتور يعني عايز تقول كده يعني ولا ايه؟ مش لا انا متعود. صعب طباعه صعب يعني، لكن هو بالعكس هو راجل جدا جدا مع كل الناس. يقف معاكي اسد في اي مكان اي حاجه. وعايز اقول حاجه، لو رحنا الاوتيل ما خدناش رقم 9 الاوضه رقم 9 يحصل مشكله. دي مش هزار. وبينام الساعه 9 كابتن ابراهيم حسن ياخد رقم 2 يعني. دي الغرفه الدور كله كان بيتحجز لنا من 1 ل 16 او 1 ل 17 حاجه كده يعني. رقم 2 لازم اوضه كابتن ابراهيم حسن، رقم 9 كابتن حسام. لو صدفت حاجه ثانيه ما ينفعش. بيتشائم يعني ولا ايه؟ دي حقيقه. ايه اغرب حاجه شفتها له يعني؟ الشخصيه دي اللي بتتكلم عليها شخصيه اكيد غريبه يعني. لما كنا بنتمرن الصبح احنا دايما كنا بنتمرن على ايامنا الساعه 8 بالليل 7 8 مفيش مشكله يعني. لما كنا بنتمرن الصبح بدري فبيبقوا جايين بدري قوي الصبح ولسه مش نايمين كويس. فلو شاف غربان في الملعب مش هيزيدوا التمرين، كانت تبقى صعبه جدا بالنسبه لهم يشوفوا غربان في ارض التتش يعني. بيخافوا منه؟ بيتفقلوش ولا بيتشأموا؟ بيتشأموا ما بيتفقلوش. يحصل حاجه فما كانوش بينزلوا الملعب. وطبعا انت عارفه الصبح بقى الغربان دول بيجوا في الملعب فعلى حظهم يعني، فما ينزلوش يا اما قاعدين جوه في الاوضه لغايه لما كل حاجه تبقى صافيه في الملعب يعني. كنت بتتوقع ان هو يروح الزمالك يا كابتن هشام؟ هو كان رافض تماما. خلي بالك هو لان انا حضرت الاجواء ديت. انا سنه انا ماشي 2002 احترفت في تركيا، هو مشي هو كابتن ابراهيم في 2000 سنه 2000 في 2000 الموضوع كان رافض تماما. هو كان نفسهم يجددوا سنه في النادي الاهلي يعني، كان حلم حياتهم ان يكملوا سنه مع لعيبه النادي الاهلي ومع النادي الاهلي وبعد كده اللي هم شايفينه. فلما يعني جت فتره كان عايزين حسام اكتر من كابتن ابراهيم في الوقت دوت، فهو صار احتراف. ففي الوقت ده كان يعني حسام اللي كان ليه رصيد شويه في الفرقه وكنت محتاجينه. بس هو قال لك يا اخويا يا احنا الاثنين طبعا مرتبطين مع بعض طبعا. وكابتن ابراهيم ما ينفعش ان احنا نسيبه برضه يعني. كابتن ابراهيم فنيا كان قادر. بس ده المعلن يا كابتن، في ممكن تفاصيل تانية انا ما اعرفهاش، في تفاصيل غير معلنه جوه في الغرف المغلقه. لكن في النهايه بس انت كنت زميل غرفه. هو ما حصلش حاجه، هم كانوا نفسهم يكملوا سنه. انا بحكي لك الكواليس اللي انت لو كلمتيه على التليفون هيقول لك احنا كان نفسنا نكمل سنه في النادي الاهلي ويبطلوا مش فارقه. لكن هم خدوها تحدي بقى بعد كده. الاهلي قدام اتحاد العاصمه الجزائري هيعملوا ايه؟ الاهلي فريق بطل، فريق كبير يعني. الاهلي دايما بيبص على البطوله، ما بيبصش على اسم الفريق اللي بيلعب معاه حتى لو هو قدرته عاليه، فنيه عاليه جدا، امكانيات عاليه، ويبص على اللقب، ازاي يحقق اللقب. فالاهلي دايما مركز ان يحقق اللقب بغض النظر عن الفنيات. ممكن ابقى فعلا لسه ما وصلتش للتوب فورم بتاعتي فبالتالي ممكن ما ابقاش مقنع للجماهير، ممكن ما ابقاش مقنع للراجل، ممكن ما ابقاش مقنع للعيبه نفسها يعني. احنا كلعيبه ممكن ما ابقاش مقنعين لسه، بس احنا بنعرف نجيب بطوله. امتى بنجيبها وتوقيتها هو ده الاهم بالنسبه للنادي الاهلي. فالتوقيت دلوقتي الحمد لله يمكن
مميز شويه لان النادي الاهلي بقاله شهر دلوقتي، انت عارفه كل الناس مريحه من شهر. فالاهلي قدر يعمل فتره اعداد كويسه، اللعيبه تقدر ترتاح بشكل كويس. لما بتبداي فتره اعداد مع مدرب انت حباه وختم معاكي الموسم بكل النجاحات اللي انت شفتيها السنه اللي فاتت، 5 بطولات، فاعتقد ان ده بيدي باع وبيدي رصيد للاداره وللجماهير. فاحنا مستنيين ده، مستنيين احنا نشوف لقب جديد يعني يبقى في رصيد النادي الاهلي، يضاف لرصيد النادي الاهلي. بدانا بكابتن حسام حسن المهاجم، والنهارده لما تيجي تكلم اي اهلاوي تقول له صباح الخير يقول لك فين مهاجم؟ امبارح وانا مروقه فين المهاجم؟ الناس كلها عايزه تشوف حسام حسن جديد. في امبارح كابتن شريف عبد المنعم مثلا قال لي لا الاهلي مش محتاج مهاجم جديد. قال لي ممكن يعتمد على كهربا زي ما اعتمد عليه، وبيرسي تاو في الفتره الاخيره كان متالق، وهكذا تسير الامور. والجمهور في الناحيه الثانيه يعني على نار، والاهلي مش هيمشي بمسكنات السنه دي تحديدا يا كابتن، وانت عارف انه داخل على بطولات كتيره قوي. بصي النادي الاهلي كله سؤال طويل كله جماهير. لا بس هو 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 سؤال في الصميم يعني. يعني كل الناس مستنيه راس حربه قوي جدا. والدليل على ده ان انت استغنيتي عن محمد شريف. محمد شريف هو هو احد الحلول في الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي، واحد الهدافين للنادي الاهلي. فالنهارده لما بستغنى عنه برجع صلاح محسن، ما عنديش مشكله، والكهرباء موجود، بيرسي تاو ساعات بيبقى بيشارك في المنطقه ديت بشكل كبير. لكن انا النادي الاهلي مفتقد الراس حربه اللي هو رقم 9 صريح الصريح اللي هو بيعرف يجيب جول من اي كروس باس او من كره ثابته او بيبقى داخل ال 18 في وسط الزحمه بيعرف يخطف. انت ما عندكيش ده. انت ارجعي بالذاكره كلها هتلاقي كل الهدافين من ساعه ما انا طلعت يعني كابتن حسام حسن، فيليكس، انا بقول لك كله يعني هجيب لك لغايه الاخر، احمد بلال، محمد فاروق، محمد فضل، خالد بيبو الحريف على الجون بيروح بسرعات زي محمد شريف او صلاح محسن بيجي من تحت بسرعته على الجون. لكن الراس حربه الصريح نفسه ده ما كانش موجود. عماد متعب، فلافيو، هم دول الراسات حربه اللي هم رقم 9. بس ليه قلت عماد متعب؟ انا لان قطاع الناشئين لحد دلوقتي ما طلعش زي عماد متعب. ما انا جاي لعماد متعب لان ده اخر واحد هو الصريح، عشان كده سبته في الاخر. لان من بعد عماد متعب ما جاش واحد رقم 9. ليه؟ ممكن طريقه اللعب اختلفت، يعني طرق اللعب بتختلف جدا. يعني احنا زمان كنا بنلعب 3-5-2، جت فتره مانويل جوزيه سنه 2001 لعبنا كان عايز يطبق طريقه جديده اللي هي 4-2-2-2. يعني بص عملناها في بعض الماتشات الوديه بس هو حس ان احنا الامور صعبه علينا. يعني حس ان مش دي اللي هنقدر نكمل بيها الموسم. فرجع ل 3-5-2، فكان عندك اثنين راس حربه صريح، بتعملي كروس من اي حته، بتعملي كروت ثابته من اي حته، بنعرف نجيب اجوان. من ساعتها طريقه اللعب اختلفت، بقت 4-2-3-1، ساعات 4-3-3. 4-3-3 دي انا اعتقد انها رجعتنا لزمن كابتن مصطفى عبده والخطيب وطاهر ابو زيد بقى وكابتن محمد عامر من ناحيه الشمال وزكريا ناصف والشريف عبد المنعم، دي كانت ليها طرق. فكل طريقه بيبقى ليها الناس بتوعها او اللعيبه اللي بتنفذ ده. لغايه من بعد عماد متعب ما جاش زي ما انت بتقولي. واي طريقه من اللي حضرتك اتكلمت عليها دي محتاج لمهاجم صريح طبعا يخلص قدام الجون، وده ما شفناهوش لحد دلوقتي من فتره طويله في النادي الاهلي. عامل ليه؟ عشان انت النهارده حتى في منتخب مصر انت ما تيجيش غير مصطفى محمد بس. ايوه اللي هو رقم 9. أيوة الصريح. أيوة صح. هل عندك حد تاني بيلعب غير مصطفى محمد؟ لا. ده يوم ما الراجل بيفكر كيروش او فيتوريا ان لو يعني حصل ان انا طلعت بقى مصطفى محمد بعد ما خدت اللي انا عايزه مباراه بحط مين؟ صلاح قدام عشان يبقى براحته يعمل اللي هو كل حاجه ويبقى في ناس بتدافع بشكل كويس جدا عشان يبقى صلاح هو المحطه اللي هو بيعمل بيها كل حاجه رغم ان صلاح مش راس حربه. ايوه. فانت ما عندكيش لغايه النهارده راس حربه صريح في الكره المصريه. عامل السن ممكن يكون عائق بالنسبه للمهاجم اللي كل الناس بتتكلم عنه واحنا اتكلمنا عنه؟ لا ارجعك بالزمن لو تفتكري روماريو في البرازيل نجم البرازيل طبعا كان هو وبيبيتو هم اشهر اثنين مع رونالدو. روماريو ده كان من اللعيبه التقال جدا جدا يعني. لما جيت عرض عليه في اخر ايامه في نادي فلامينجو تقريبا قال لهم هو اتفق معاهم ان انا هلعب في ال 18 بس. يعني انا عايز الفرقه تدافع لي وانا هلعب في ال 18 بس. ده كان تصريح زمان قوي جدا يعني حتى واحنا صغيرين لسه بنتعلم كوره يعني او يعني كنا بنلعب فيرست تيم بس يعني ايه مش بالنجم مش بالنجوميه ديت يعني. لكن كنت تقولي ازاي واحد بيتشرط على النادي ان هو يروح يلعب في الحته دي بس؟ يعني هيجري في ال 18 بس؟ هو ده شغلته يعني في النهايه. فدي عشان انت ما عندكيش صناع لعب كتير، ما عندكيش راسات حربه كتير وهدافين كبار يعني يخلقوا الفرص ديت، انت ما عندكيش في مصر. فللاسف هي دي النقطه اللي واقفه عند النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز تاني فرود
يعرف يجيب جوان من اي مكان صح. حتى لو كبير في السن ما هو هرجعك تاني برضو عبد الحميد حسن لما راح النادي الاهلي جاي من امبي عنده 33 سنه 34 سنه كان جاي من امبي ده يعني جاي من امبي وما كانش برضو بالشهره الكبيره لكن مانويل جوزيه شافه بالشكل الكويس ان هو هداف أيوة. وما كانش بيلعب تحت ضغط جوزيه اللي غمر بيه ده حقيقي فايه مهم عامل السن انت مش مع... فارق مش فارق مع النادي الاهلي طالما يعني. هداف وهيفيد لي وهيفيد الفرقه وان انا هخدم عليه بشكل كويس بالطريقه اللي انا شايفها يبقى ما عنديش مشكله شفت فيديوهات ليه كابتن مودست شفت حاجات اه طبعا يعني شفت انا عارف الكلام ده من حوالي 3 4 ايام كده كان يمكن امير توفيق عرفت ان في مفاوضات معاه عرفت كده ان في وكان في ناس تانية كتير يعني بس لغايه دلوقتي ما حدش جه يعني لغايه دلوقتي القرار الصائب لسه خلال 48 ساعه ان شاء الله بصي هو النادي الاهلي يعني بيسعى المره دي الرقم 9 هي دي النقطه الناس فاكره النادي الاهلي مش هيسعى لده وان مش هيفرق لا النادي الاهلي بيسعى كل يوم وكمان الراجل كل يوم بيتكلم في موضوع ان انا عايز مهاجم صريح انا شدني يا كابتن اهدافه الحقيقه طبعاً. يعني بص هو ده بقى رقم 9 بصي هو يعني بصي ده الصريح بقى بص هتشوفي دلوقتي هنا خلاص واقف متمركز صح بيجيب جول في حاجات انت قلتيها من شويه في قبل ما ادخل أيوة على طول أيوة. كلها منين بصي هو بيروح فين على البعيده برجله الاثنين بصي يعني دي ممكن من لمسه واحده لكن هو ثقه وضامن وحط ببطن رجله في حاجات شفتها بدماغه بصي ضغط ده من غير ما نطش ده اللي ناقص الاهلي بقى هو ده صح الاهلي محتاجه طبعا انت في كم البطولات اللي الاهلي هيشارك فيها لا انا محتاج واحد زي ده طبعا حتى لو هو عنده 35 سنه معلش 35 سنه ما انا جايب عبد الحميد 34 يعني وده بيلعب فين؟ وكان كان ميدو بيلعب فين؟ وعنده عروض لحد دلوقتي طبعًا لا بصي عمله نادره هدافي الفريق ده بيبقى من الناس اللي عمله نادره جدا 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 فانت محتاجه ده طيب التشكيل المتوقع بالنسبه لكولر احنا قلنا امبارح انه مش هيعتمد على الصفقات الجديده بتتوقع لا. انه ممكن يعتمد على امام رضا يظهروا بقى في ماتش زي ده رضا اللي انا عارفه ان هو يعني ما قداش بالصورة اللي هو كان شايفها أو اللي هو كان متوقع لسه ما قداش الشكل المناسب والأداء اللي كان بيشتغل عليه من قبل ما يجي هو لغاية دلوقتي وكولر عايز أقول له حاجة السنة اللي فاتت هو اللي قعد محمود متولي هو اللي قعد بيرسي تاو هو اللي صنعهم تاني هو اللي قعد كريم فؤاد هو اللي قعد كهربا وقعد كهربا ليه؟ لأن كان مقتنع بالتمرين هو الأول اجتماع ليهم قال لهم أنا مش هعتمد على لعيبه بتلعب انا هعتمد على اللي انا بمرنهم واللي انا شايفه في الملعب يعني حضرتك لو النهارده ما اديتش التمرين بتاعي اللي انا عايزه والشغل اللي انا عايزه حضرتك مش هتلعب فمحمود متولي كان الاهلي خلاص بيقول له شكرا ممكن ده اللي يكون حصل مع ايمن اشرف بصي لا ايمن اشرف كان حوار تاني خالص يعني ايه بقى الحوار التاني خالص اللي يعني كلنا مش عارفينه والراجل الحقيقه والراجل فعلا يحسب له انه ما طلعش اتكلم لا ايمن بصي بس من حق جماهير النادي الاهلي انها تعرف طبعا وايمن انا بحترم فيه جدا جدا لغايه النهارده ما اتكلمش في حاجه ودي حاجه محترمه لاولاد النادي بجد هم دول اولاد النادي صح. اللي اتربوا في النادي لو ما بيطلعش يتجرح في مدرب حتى لو بيلعب او بره النادي يعني هو دلوقتي بره النادي ممكن يطلع يقول اللي هو عايزه صح لكن لا يعني ايمن من الناس المحترمه واولاد النادي بجد هو اللي حصل ان لما جه الراجل اتعرف على اللعيبه كلها هو قال له انت عندك يا ايمن مشاكل في موضوع التهور موضوع اندفاع بالظبط ايمن عنده تهور شويه في نسبه الكرات المشتركه ان انا ممكن لو الكره طولت مني بعمل تاكلينج عشان اخدها فوانا بعمل التاكلينج ده لو مهاجم زقها عملت انا بينالتي او عملت فاول او عملت خدت انذار خدت كارت احمر فعنده مشكله فالراجل اتكلم فايمن ممكن يكون خدها ان هو يعني انا يعني ما بعرفش العب يعني انا عارفه انت ساعات انت يعني لما يجي حد ينتقدك بتبقى انت زعلانه ان هو انتقدك في نفسك فانت بتحسي ان انا هو انا كده فارجع اشوف نفسي الاقي نفسي مثلا في حاجات انا عملتها بتسرع وبتهور بس ده عادي خلي بالك سيرد الباك المساك او الديفندر لا عندهم ساعات فوات كده عادي بتحصل يعني فبدا يركز فمن ساعتها ما عرفش يرجع للمستوى اللي هو عايزه فقال له انا هدي لك فرص بس مش عايز الموضوع ده لما اداله فرص في الماتشات الوديه ما اقنعوش بالماتشات الوديه فعشان كده الراجل الوحيد اللي ما خدش معاه ماتشات رسميه خالص هو ايمن اشرف واحترم ده واحترم على فكره ايمن طلع اتكلم عن الراجل كويس جدا اصلا يعني كمان فدي معلومه للجماهير يعني فانا بنقل لك الصوره لان انا عارف ايمن لان هو ده كان من فرقتي انا انا مربيه في النادي ولعب معايا سنه ونص فانا عارف ايمن اشرف كويس جدا وعارف اخلاقياته يعني فهو ده السبب اللي مش معلن اللي انا بقولك عليه
وده السبب الحقيقي. ده السبب الحقيقي. مش حاجه تانية. طيب. هو الراجل مش مقتنع ان هو شايف ان انا متهور في لعبي. وانت عارفه الاخر خط ده لو في تهور خلاص انت ممكن يحصل عليكي كوارث. ما اتكلمناش قوي برضو عن التشكيله اللي هيعتمد عليها كولر. انا اعتقد ممكن امام عاشور. ممكن بعد الفاصل. طبعا. تعتقد براحتك. ومع ولا ضد كمان هجوم السوشيال ميديا على امير توفيق اللي متاخر لحد دلوقتي في الاعلان عن الصفقه او يعني وان مفيش مفاوضات جاده يعني بالاحرى. بعد الفاصل خليكم على الكلاسيكو. ماتش مهم امام اتحاد العاصمه الجزائري الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. كابتن هشام حنفي منورنا في الكلاسيكو. نتكلم عن التشكيل المتوقع بالنسبه لكولر خاصه واحنا عندنا معلومات انه مش هيعتمد على الصفقات الجديده. بصي انا ما اعرفش الفكر الراجل المره دي هيبقى عامل ازاي. بس لو تفتكري لما بدا الموسم اللي فات بدا بمحمود متولي. الوافد الجديد يعني لو مش الوافد هو كان قديم بس اقصد يعني لو هو كان واحد هيرحل قديم فجأة الحديث. هو شايفه في التمرين كويس وبيأدي اللي هو عايزه. بدأ مع محمد عبد المنعم. فالموضوع لسه لغايه دلوقتي هو ما اقتنعش ببعض اللعيبه لسه. طبيعي زي مين يا كابتن؟ معلش رضا. رضا ما اقتنعش برضا؟ لسه ما اقتنع يعني مش بتأكد كلام من امبارح عشان ما اقولش ان انا بعرف كل حاجه او ان انا عارف حاجه لا. بس انا حاسس من تصريحاته او كلامه او المعسكر ان هو لا لسه رضا بالنسبه له مش يعني مش في الاولويات الاولانيه ان هو يلعب الماتش اللي جاي. ممكن امام عاشور يعني نص نص لسه ما دخلش في الفورمه لكن هو بيجهز بشكل كبير جدا جدا لكن هيبقى موجود في الفترات اللي جايه. خلي بالك دول على المستوى البعيد هيجوا يعني رضا هتلاقيه اساسي في الفرقه، امام عاشور هتلاقيه ستاندنج بعد كده في الفرقه. عوده بقى اكرم وعوده كريم فؤاد هيبقى ليهم دور. انا شايف لا ان السنه دي في منافسه قويه جدا يعني صلاح محسن هيبقى موجود، كريم ندفت كمان يعني ندفت من اللعيبه المميزه جدا في وسط الملعب. انت محتاجاها لان كمان كريم عنده ميزه ان كمان بيروح على الجون كمان صانع لعب في نفس الوقت يعني هو بما ان هو بيلعب في وسط الملعب زي حمدي فتحي خلاص لكن ان هو ممكن يبقى صانع لعب. كريم كورته حلوه بس كولر مش مقتنع بيه قوي. مش هقدر اقول لك ده برضو لكن هو عليه ان هو يشتغل احسن من كده. كريم عليه ان هو عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا. هو لما مشي التوقيت بتاعه كان وحش. لما راح طلع اعاره ورجع. سبب الاصابه يا كابتن. سبب اصابته كان محتاج يلعب وقت طويل. كان في الوقت الاصابه. لكن هو دلوقتي المفروض ان هو يبقى رجع يعني ياخد الامور بجديه اكتر من كده ويركز قوي لان كريم يعني انا واثق فيه. انا عارف لعبه وبرضه مرنته في الناشئين بس كان لسه صغير 97 97 كان لسه صغير هو رمضان صبحي. بس هو شخصيه يعني كريم ندفت شخصيه عنده قرار في الملعب. بصراحه شخصيه النادي يعني. دي حقيقه. دي حقيقه. امير توفيق هجوم كبير قوي مش عارف ليه. ليه بقى؟ ليه مش يعني ايه مش عارف ليه؟ ما هو ده على فكره ده طبيعي. انا بحاول ان انا اجيب يعني بحاول ان انا كمدير تعاقدات ان انا اجيب لك احسن لعيبه في المكان دوت. ممكن اوفق في لاعب ما اوفقش في الثاني. هو ده اللي بيحصل. هو النهارده حاول في كذا حاجه لكن لسه الملف مفتوح لسه يعني الامور يعني مش قرار نهائي ان هو يعني يتشنق فيها امير توفيق يعني. عادي ممكن بس في ممكن يعدي منك فتره مش عارفه تجيبي حد. طب في مهاجم قوي ممكن يجيب مليون ونص وب2 مليون مثلا؟ نعم قوي؟ لا طبعا. لا لا طبعا. لا لازم اكتر من كده. بس ده البادجت اللي حطه النادي الاهلي. ما هو عشان كده انت دورتي لواحد عنده 35 سنه ممكن تشوفي حد تاني اقل شويه في الفنيات يعني مع الوقت يعني هقول لك حاجه مثلا على سبيل المثال فيليكس لما جانا النادي الاهلي وايام ما كان بيلعب مع كابتن حسام سنه 93 كان جايب 30,000 دولار وقتها الارقام كانت كده بس اقصد اللي هو برده كان ممكن يبقى مثلا ب 100,000 وجيب 30 بس احنا مع الخمس سنين اللي فاتوا كان من احسن الفراوده اللي موجوده مع كابتن حسام حسن. فهي النقطه في مش ان انا معايا كام بادجت مثلا يعني مليون ونص دولار يعني ده رقم مش كبير قوي بس بالنسبه للدوري المصري هو كبير اكيد. يعني اكيد. فعشان كده لا لازم نحاول زي ما انت قلت انت لفتتي نقطه مهمه قوي لازم ابص لقطاع الناشئين بشكل كبير لازم يبقى عندي لعيبه تتمرن على الطريقه اللي هي تطلع من عندي تحت لعيبه فراوده كويسين لان هو ده اللي ناقص في مصر. الاهلي لو اشتغل عليه الزمالك لو اشتغل عليه اي نادي في مصر اشتغلوا على الرصد حربه صح هنعرف نطلع لعيبه كتير لكن احنا دلوقتي في مصر كل اللعيبه نص ملعب
يا بلاي ميكر صح يا ديفندر يعني ما فيش حتى هتلاقي نقص كمان فين. طب فين الباك ليفت؟ معلش انت النهارده علي معلول بس انا بحبه جدا علي وبس طبعا. ونقطه طب مين تاني؟ طيب اشمعنى المكان ده انت مش عارفه تجيبي حد تاني ليه؟ مش عارفه تخلقي يعني وكمان طب انت مش عارفه تخلقي حد ليه في المكان ده؟ ما هو انا لازم اشتغل على ده. انا وانا صغير وجيت النادي هنا عندي 11 سنه كنت انا مصمم ان العب راس حرب وكان في كتير قوي في الفرقه فكابتن مريم صمد هو اللي شافني قال لا انت هتلعب في نص الملعب. قلت له انا ما بعرفش العب نص ملعب وخناقه وروحت البيت ومش عايز العب بقى في نادي الصيد انا وحازم امام مع بعض وفرقه واحده بنلعب اتنين راس حرب انا بلعب واحمد عبد الله معانا فبنلعب براحتنا يعني من غير ضغوط. فجيت النادي الاهلي انا عايز العب راس حرب بجيب جوان وهداف وبوصل للجون كل شويه عندي سرعه ففعلا هي رؤيه المدرب ان ازاي يصنعك وازاي يخليكي في مكان انت مش شايفه نفسك فيه ممكن تلاقي نفسك في بقيتي نجم كبير جدا في مكان تاني. هي دي النقطه. فانت لازم مدربين قطاع الناشئين يشتغلوا على نواقص الفريق الاول ايه اللي ناقص ويشتغلوا على طريقه لعب موحده يعني هو ده المفروض عشان اللاعب يطلع جاهز طبعا يعني على الاقل مش هقول لك كل الاشبال او البراعم على الاقل اخر فرقتين لان اخر فرقتين انت محتاجه منهم ان هم يشتغلوا بنفس الشغل بتاع الفريق الاول ده مهم جدا يعني اعتقد انه ده بيحصل يعني في الفرق الاوروبيه يعني. بصي النادي الاهلي مؤخرا عمل ده يعني مؤخرا عمل ده يمكن خالد بيبو في الاخر لما كان موسيماني موجود كان بيروح يزور الفرقه واتفقوا على طريقه اللعب عشان يطلع لعيبه. هو كان بيجي يقول له ده حاجه كويسه ان انا انزل من الفريق الاول اجي اتفرج على قطاع الناشئين فبقى عارف اقول له انا عايز مثلا راس حرب طب انتوا بتشتغلوا زينا ولا لا؟ فيبقى فعلا في شغل نفس على نفس المهام ونفس الخطط فدي بتفرق بشكل كبير جدا يعني. المنتخب النهارده شفت الماتش؟ طبعا. رايك في ايه؟ اداء ولا نتيجه؟ الاثنين بتفرق. الاثنين؟ بصي اداء المنتخب طبعا لسه في بدايه فتره الاعداد. ده طبيعي زيه زي الانديه يعني انت برضو لما النادي الاهلي هيلعب يوم الجمعه اللي جايه ممكن ما يبقاش في نفس الاداء اللي هو فنش بيه السيزون كله. مش هتلاقي الاداء المهاري مش هتلاقي الاداء الفني العالي جدا جدا عشان انت لسه في مرحله البدايه فده طبيعي. اللي حصل النهارده مع المنتخب نفس الموضوع ان الراجل طبعا بقى له فتره اللعيبه في انديتها بتتمرن فتره اعداد فنيجوا قبليها باسبوع بيلعبوا او يتمرنوا على جمل معينه يشتغلوا عليها في المباراه مش باحسن صوره لكن انا عاجبني فيتوريا جدا انا بحبه بصراحه يعني بحب الستايل بتاعه بحب الشكل بتاعه لان هو راجل لعب خلال مشواره كله 8 مباريات يعني 4 ودي و4 رسمي كسبهم كله محقق فيهم النتيجه العاليه الكامله. هو بيشتغل على حسب الامكانيات اللي موجوده ده رقم واحد. رقم اتنين عينه بدات تجيب لعيبه ثانيه من بره الاهلي والزمالك فبدات تشتغل بشكل كويس ودليل على كده النهارده محمد حمدي هو الاساسي الباك ليفت رغم ان فاتوه ومحمود حماده قال لك ازاي ده مش منتخب مصر يعني مصطفى فتحي النهارده اشتغل بشكل كويس عشان صلاح مش موجود بس برضه اشتغل بشكل كويس وعمل نفسه لا اشتغل حتى كمان لحظه احراز الهدف هو مش مكانه عامل فولو هو اصلا بيلعب جناح لما يدخل جوه الصندوق وعند الست ياردة من ناحيه الشمال يبقى هو الراجل ده عايش ومتعايش جوه الفرقه راح وجاب جون هو المفروض ان المكان ده يبقى مكان مصطفى محمد مصطفى محمد كان مأخر نفسه شويه لما عمر مالوش خد القرار ان هو يقطم لجوه ويسدد بالكوره هو خد بقى مكان مصطفى محمد فلا النهارده كان عايش بشكل كويس جدا جدا الراجل بنسبه كبيره اللي حققه النهارده من نتيجه لا هو ياخد العلامه الكامله بصراحه لكن الاداء احنا طماعين في مصر بنبقى عايزين كوره حلوه عايز وانا قاعد ابقى مستمتع ان الراجل بيلعب كوره حلوه ان انا رايح للجون كل شويه عندي لعيب مهاري بيمتعني زي زمان انا كنت قاعد اتفرج وانا صغير احلم بالخطيب وحسن شحاته وفاروق جعفر كنت انا ما انا نفسي ابقى زيهم صح عشان كنت بستمتع بادائهم كابتن طارق ابو زيد علاء ميهوب مصطفى عبده ما كل دي كانت نجوم احنا عايزين نبقى زيهم في ربعهم يعني على الاقل يعني فكنا بنتفرج على النهارده كل واحد التارجت بتاعه ان هو رقم واحد ازاي يحترف عشان فلوس ازاي يبقى معاه فلوس كتير مش ان انا ابقى محترف عشان ابقى حاجه حتى يعني لو هيجي لي هجوم والناس هتشتمني والناس هتعمل عليا حفله على السوشيال ميديا ده فلا حقيقة. ده الفلوس اهم طبعا بصي صلاح بصي المينتاليتي بتاع صلاح الوحيد اللي ما فكرش في الفلوس ما هو لو بيفكر فلوس في الفلوس يعمل ايه يروح رايح الدوري السعودي يوم 7 والدوري السعودي خلي بالك بقى قوي جدا وهيبقى قوي لكن هو فكر في ايه فكر في حاجه ثانيه خالص مينتاليتي مختلفه تماما هو عايز يوصل لحاجه معينه في دماغه ان ممكن يبقى احسن لاعب في العالم
وارد جدا يعني. فقرة واحد من اتنين. صعبة جدا مش عايزة. لا والله, والله مش صعبة, صعبة خالص. لا 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 ببقى خالص. بتفرج عليها ببقى يعني بتزعل ناس. لا لا حتى أول سؤال سهل قوي كمان. طب نشوف. فقرة واحد من اتنين. أفضل مدرب أجنبي للأهلي في الألفية, جوزيه ولا كولر؟ جوزيه بال بال بالأرقام والجماهيرية الكبيرة اللي عملها مع النادي الأهلي, لكن كولر هيعديه. كولر هيعديه. طب لو اخترت واحد تختار مين؟ هختار جوزيه عشان أنا لعبت معاه. مش كولر اللي هيعديه؟ عشان أنا لعبت معاه. هو هيعديه بقى خلاص بالفترة الجاية, هيعمل قاعدة طيب جماهيرية وكبيرة جدا, لكن أنا عشان اخترته بقلبك يعني. أنا أقول يعني بصراحة. طيب السؤال اللي بعد. أفضل لاعب لبس رقم 8 من بعدك, كابتن بركات ولا حمدي؟ طبعا أنا بحب الاتنين جدا جدا والله, يعني انت اصلا حتى لو ما جبتيش حمدي كنت هقول لك ان حمدي فتحي انا بحبه. بس كنت لكن انا بركات. ايه بركات. بركات. وفي اكرم. طيب لو حطيناه معاهم؟ لا بركات وحمدي. بركات الاول, اكرم يجي بعد. ما في ناس كتير, في مين تاني رقم 8؟ في امام عاشور دلوقتي هيلبس, بس هو مش هيلبس 8 هيلبس 22. كان في ياسر رضوان لبس 8. وفي شاب خدوا بعد بعد بركات. مين؟ شهاب الدين احمد. بس طبعا يعني دول اللي معلمين بشكل كبير جدا جدا, بس بركات هيفضل هو الاهم يعني. طيب افضل لاعب وسط لعبت جنبه؟ الاثنين. لعب قبلها في الزمالك. طب لو حضرتك هتختار واحد تختار مين؟ الاثنين. لو لازم تختار واحد هتختار مين؟ صعبه. لا مش صعبه. لا لا صعبه, اصل الاثنين تقال قوي والله بجد. الاثنين تقال قوي يعني. ده كويس انت ما حطيتيش عليها مايو, كان ممكن اعيط بقى ساعتها. لا لا يعني لا يعني لا لا ده في حته لوحده كابتن علاء. بصي هقول لك يعني الاثنين جامدين بصراحه جدا يعني. الاثنين جامدين قوي. لو كابتن هشام حنفي هيختار واحد يختار مين؟ يعني اختار رضا. كابتن رضا عبد العال. السؤال اللي بعديه, افضل مدرب اجنبي في التسعينات؟ هما الاثنين طبعا ليهم بصمات مع النادي الاهلي في التسعينات, بس هولمان جدا ومعايا تحديدا. لكن انا يعني هولمان ده يعني هو ده اللي سفرني وخدني من هنا. رحت عشان اعمل رباط صليبي في المانيا, جيب نفسه يعني, هو راح بنفسه معايا المانيا. وكان في معسكر للفريق, ساب المعسكر واستاذن من كابتن صالح سليم وقال له انا هسفر هشام للدكتور هناك. فطبعا يعني انا مش عايز اقول لك عشقي ليه لهذا الرجل يعني, بس ألان هاريس هو اللي اكتشفني, هو اللي اختارني, هو اللي طلعني. كان في ناس يعني قالت لا انا مش هكمل في الفريق الاول, او ان انا ماليش فرصه ان اطلع في الفريق الاول, لكن هو بنفسه اللي اتفرج عليا, هو اول واحد اختارني, فهختار ألان هاريس. ممكن تختار لي واحد؟ ألان هاريس. هاريس طبعا. طيب اللي بعده, افضل مهاجم اهلاوي. سهله دي والله, ممكن يجي يقفل لك الاستوديو كابتن حسام. يا وانا بغمض معلش يا متعب يعني. انا بحبك طبعا جدا جدا, بس انا بحب حسام حسن قوي يعني. عشان قلقان منه؟ لا بحبه كهداف والله. قلقان من تليفون شكلك اهو, ممكن يطلع على اي بره بجد. لا 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 انا بحبك كابتن حسام حسن جدا. لا هداف كبير كبير يعني. لا لا حاجه. هنشوف كابتن حسام حسن تاني في مصر؟ لا صعب. انا بقول لك صعب. صعب ولا متعب لا لسه ما فيش بالكواليتي ده, لا مش موجود. اللي بعده, ربنا يطمنك. افضل حارس مرمى في مصر دلوقتي, محمد ولا احمد الشناوي؟ محمد الشناوي طبعا. محمد الشناوي طبعا, رغم ان الشناوي احمد الشناوي انا مرنته في المصري في بورسعيد, وحارس موهوب بشكل كبير جدا, بس هو قصر في حق نفسه كتير, فخلاص مش اللي بيقصر في حق نفسه مش هيرجع. صعب. الشناوي عارف, هو محمد الشناوي عارف هو عايز ايه. النادي الاهلي كان عايز احمد في فتره من الفترات, واكتر من مره كمان. تفتكر كان محمود طه كان ممكن يشيل النادي الاهلي كابتن هشام؟ طبعا طبعا, وكان هيكسر الدنيا في الفتره دي. دي حقيقه. بس زي ما قلت لك, اللاعب اللي بيأثر في حق نفسه هو اللي هيشيل الليله, وهو هيدفع الفاتوره يعني. هي كره كده, ما بتستناش حد, فخلاص القطر لما بيمشي ما بيقفش لحد. صحيح. دي حقيقه. لو سألتك عن أفضل مدرب مصري في الدوري تختار مين؟ علي ماهر. كابتن علي ماهر. أفضل مدافع؟ محمد عبد المنعم. منعم. أفضل باك شمال؟ معلول. طبعا بجد؟ طبعا. أفضل باك رايت؟
انا شايف ان محمد هاني يستحقها بصراحه يعني. انا بوجهه نظري في المكان ده في لعيبه كويسه جدا جدا وفي انديه تانية بس محمد هاني مع نادي الاهلي السنه دي لما ركز انا شايف ان هو هايل، لعيب هايل ولعيب سوبر ولعيب اخلاق ولعيب محترم ولعيب كورته متطوره مؤدد جدا. افضل مركزين 6 و8 اخيرا. انا بحب عمرو سوليه قوي قوي، ربنا يشفيه. طبعا جدا يعني ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه. حمدي فتحي بس لما مشي بقى ربنا يرجعه بالسلامه. مروان عطيه التشكيله كلها اهلي، ما دي حقيقه. ما دي الاهلي واخد كل البطولات فطبيعي انك تختاري من الاهلي يعني. شكرا لك يا كابتن، شرفتني النهارده. شرفتني كابتن هشام حنفي، شرفنا النهارده في الكلاسيكو. بشكركم، يوم الخميس اللي جاي حلقه جديده الساعه 12. تصبحوا على خير.